توسعت كثيراً في السنوات الأخيرة وتحولت إلى مدينة عالمية مزدحمة. في عام 1932 أنشئ ما أصبح علامة فارقة في سيدني، وهو عبارة عن الجسر المعلق الذي يربط قسماً من سيدني بالساحل الشمالي. إن جسر مرفأ سيدني ساهم في النجاح الاقتصادي للمدينة وازداد عدد سكانها مع ازدهار اقتصادها. يبلغ عدد سكانها 4.6 ملايين نسمة من ثقافات مختلفة، ومنها المسلمون الذين ازداد عددهم بشكل مضطرد مع وصول موجات من المهاجرين الجدد منذ السبعينيات لتنضم إلى المجتمع المسلم المتعدد هنا لمعرفة كيف يقضي المسلمون شهر رمضان المبارك.